في شوارعنا اللبنانية العربية ونظامنا الأبوي المرأة تسمى بال بقلاوة، والبقلاوة هي نوع حلو عربي. شو البقلاوة صار لها أجيال وبتمشي؟ البقلاوة التي تتحدث عنها والتي تحلي حياتك تخاف منك ليلا نهارا لأنك خطر. فيديو البقلاوة لمكافحة العنف ضد المرأة يحصد ملايين ويثير الانتقادات أيضا. الفيديو هو جزء من حملة الأمان لمن تصنع الأمان أطلقها مركز أبعاد للمساواة بين الجنسين. الفيديو أيضا قدمته الفنانة اللبنانية ريمي عقل، يصف المرأة بالبقلاوة كما يطلق عليها في لبنان في بعض الأحيان. طبعا يعد هذا النوع من التسميات من أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في لبنان على يد الرجال. البقلاوة التي تتحدث عنها والتي تحبك قد أفاداك مطبخا، صالونا، حماما، سريرا، لأنك خطر. مين طلعك من المدرسة؟ خطيبي. البقلاوة التي تتحدث عنها والتي هي كل حياتك تتفاداك أحاديثا مشاريعا مشاهدة مسلسلات تركية، لأنك الخطر. أنا صانعة أمان، فماذا تفعل؟ ملايين المشاهدات والمشاركات عبر الصفحات النسوية، تباينت الآراء بين المغردين. ابتسام تقول هو فيديو البقلاوة شو بيفرق عن اللي كانوا بيوصفوها بالحلوى المكشوفة والدجاجة المكشوفة والتفاح المقشرة، كلهم عم يحطوا الأنثى بقالب السلعة، بيسلعوا الأنثى ليدافعوا عنها، ما بعرف كيف ضابطة معهم. داليا تقول لك في تغريداتها في كم واحد فيديو البقلاوة عملهم قلق وعاملين يهروا في أي اتجاه عشان نجاح الفيديو ومدى تأثيره. يختفي مدى تأثيره يختفي، مش متحملين حتى الفيديو، إن شاء الله نعلم لهم الفيديو الجاي. طريقة عمل البقلاوة يمكن يبطلوا تحليل شوي. هذه تغريدة ثالثة من لولو، مش فاهمة ليه الرجالة واخدين فيديو البقلاوة على أنه معمول ليهم مش لينا. أظن من حقنا نتكلم عن إزاي التحرش مرعب بالنسبة لنا، من غير ما واحد غالبا عمره ما بربي يطلع يقول لنا لا لازم تنشفوه، ما ينفعش تبينوا لهم أنكم خايفين. تغريدة من جمال. جمال يقول في تغريدته: هل المبالغة الفائقة تحل مشكلة العنف والتمييز والتحرش؟ هل المجتمع الأبوي هنا هل قد سيء؟ هل هناك إحصائيات؟ بغض النظر أنه أبعاد تحولت لشركة إنتاج وترويج لريمي عقل طبعا، والمبرر لتبني هالفكرة الأوفر طبعا، هو يرى أن الفكرة أوفر عن الرجل والأب والتعميم. سارة، هذه التغريدة أتت من سارة، تقول مشكلتي مع فيديو البقلاوة أنه فيني ما أكون لا أمه ولا أخته ولا ألبه ولا شريكته، الأدوار النمطية المذكورة بالفيديو، فيني ما أكون صانعة أمان لا مضحية ولا منكسرة، وكون امرأة عادية حاطة حالها أولوية، ومع هيك بدي أمشي بالشارع وممنوع هو يتحرش. ريمي طبعا علقت ريمي على القصة وعلى الفيديو عبر حسابها على فيسبوك، تقول في التعليق: هذا الفيديو يحتوي على مشهد لم يتم عرضه من قبل ولم أقم بجعله أكثر درامية، هو فقط يؤذي العقل والعين القلب والروح بحقيقته ووقعه على النظر الخيال الذاكرة والصحة النفسية، لكنه ليس درامي لا تقلق. وفقا للإحصاءات الأخيرة تضاعفت حالات العنف ضد المرأة في لبنان بسبب الحجر المنزلي للحد من انتقال عدوى جائحة كورونا التي أدت أيضا إلى تردي الأوضاع الاقتصادية. حملة الأمان لمن تصنع الأمان تقول إن هدفها رفع العنف الذي تتعرض له المرأة اللبنانية سواء في بيتها أو في عملها أو في الشارع. مركز أبعاد للمساواة بين الجنسين هي منظمة معتمدة أو هي معتمدة في مجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين كشرط أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوفر المركز خطا ساخنا لتقديم الدعم للنساء اللاتي يتعرضن للعنف أو التحرش. شفتهم ماشيين وفي نار بعيونهم، شفت فيهم قوة غريبة. القوة فيي أصلاً ما عندي خيار. بيربونا نحمي النساء بس هن كمان بيحمونا. شفت يلي عاملة جسمها درع وواقفة بوج الظلم. شفتهم خايفين بمحلات ما مفروض تكون بتخوف، ببيوتهم، بشوارع بيعرفوها، بسياراتهم. بركة أنا اليوم بدي
بدي احس بالامان ببيتي بمدينتي وببلدي. هيدا حقي. الامان لمن تصنع الامان. شكرا لمشاهدتك تريندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.